في المقابله الاخيره يعني حتى بالاتصال مع المسؤول تاعهم ما تمكناش باش نرجعوهم ولينا عوضيهم ولينا صادير نخدموا في الخدمه اللي كان المفروض اننا تفرغنا منها. دونك وهذا ولكن مادام راح نلتقاو نتلاقاو بالفائده العامه نظن في بعض الحالات من واجبنا باش نخلاو على المهام نتاعنا كل في ميدان اختصاصه. طبعا على مستوى ولاية سطيف واللي يدخل دائما في اطار اعاده انتشار قوة. طبعا المهمه الاساسيه للمهام نتاعها لان لما نشوفوا ادخال الى الملعب بعض اللافتات بعض المقذوفات اللي كذلك تخل بالنظام العام وتمس ب تنفيذا للتعليمات السلميه. تفضل استاذ محمد. الجرحى الخفاف لكن هذه صدقوني ما كناش نتوقعوا. ما نزيدش نطول عليكم لانه كل واحد ياخذ حقه من الكلمه. قياديه بمجموعات متفاوته العدد بالامكانيات نتاعها تمكننا كما لاحظتوا تمكننا من تسير الحدث ندخلوا افيكاسمون. فوتنا الحدث هذا ب كذلك في الانتشار راحين نذكر سيد الحكومه يعني تقريبا هو سيدنا الرئيس الانبياء اللي شكرا. طبعا هذا يعتبر اللقاء الثالث اللي ينظم بولاية سطيف بخصوص التعليمات القيادية المتعلقة بإعادة انتشار عناصر الأمن في الملاعب، وبالتالي يعتبر لقاء تقييمي لما تم إنجازه خلال الجولات السابقة، الجولات الخمسة السابقة اللي عاشتها البطولة الوطنية لكرة القدم سواء بطولة المحترف الأول أو بطولة المحترف الثاني، حيث عشنا في مدينة سطيف بصفة خاصة أو بملعب 845 مقابلتين هامتين استقبلهما ملعب 845. المقابلة الأولى جمعت بين فريق وفاق سطيف وفريق شبيبة القبائل، والمقابلة الثانية جمعت بين فريق وفاق سطيف وفريق بلدية الجزائر. وبالتالي من خلال تقييمنا لما تم إنجازه من قبل جميع الشركاء الفاعلين في الميدان عايننا أنه حاجة تبشر بالخير لأنه كل الناس ساهمت في إنجاح هذه التظاهرات الرياضية سواء تعلق الأمر برئيس الفريق ومساعديه أو مسؤولي المركبات الرياضية سواء مركب 845 أو مركب مسعود زقار. إذن كاين تفاعل كبير في تنظيم المقابلات الرياضية. كما نؤكد بأنه هذا الإعادة نتاع الانتشار سمح للمصالح نتاعنا بأداء مهامها في أحسن الظروف بحيث أن التدخلات نتاعها تتم ضمن مجموعات في حالة حدوث مناوشات أو محاولات للإخلال بالنظام العام، فإن هذه المجموعات أو مجموعات التدخل تقوم بالتدخل مباشرة لإعادة الأمور إلى نصابها. وكما شفتوا في القاعة رايحين في الأيام القليلة القادمة نشرع في تكوين ما يسمى بأعوان الملاعب اللي هما ليستادي. طبعا الحجم الساعي للتكوين يبلغ 120 ساعة، فيه تكوين نظري وتكوين ميداني. بالنسبة للتكوين النظري راح يساهم فيه أخصائيين نفسانيين، وكذلك راح نطلب من السيد مدير جامعة لامين دباغين سطيف 2 لمساهمة تلاميذة أو طلبة معهد الرياضة بالجامعة في دراسة الحالة النفسية لبعض
المناصرين، وذلك من خلال إشراكهم في كل المقابلات الرياضية المنظمة، سواء بملعب 845 أو بملعب مسعود زجار. وما فيش شك أنه هذه الإجراءات المتخذة من طرف القيادة راح تكون في الصالح العام، في صالح الفرق الرياضية. وكنت أشرت مع الزملاء، مع الإخوة الشركاء، قلت لما لا تتحصل أو يتحصل جمهور وفاق سطيف أو جمهور مولودية العلمة على جائزة أحسن جمهور اللي تقدم من طرف عناية السيد لواء المدير العام للأمن الوطني كل نهاية كل سنة رياضية. مرة أخرى أشكر كل من شارك معنا في هذا اللقاء، ونؤكد بأن هذه اللقاءات سوف تتكرر لأنها لقاءات تقييمية لدراسة النقائص ومعالجتها في الميدان، وشكرا. والله شوف، نظن باللي كان في البداية كان سوء فهم للتوصيات اللي خرجنا بها من الاجتماع اللي نعقد بالجزائر العاصمة مع السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني. نظن باللي سوء الفهم هو اللي خلى الناس ما فهمتش المغزى الحقيقي من الاجتماع ذاك. هو كان انسحاب جزئي للشرطة من الملاعب، والناس فهمت باللي فيها هو انسحاب كلي. نظن باللي هذه العواقب خلات هذا الكلام، هذا سوء الفهم هذا والتقدير، خلى يعني العواقب تاعها تكون كبيره، بدليل انه في الملاعب عادة الانصار ما يجيوش خوف على الارواح تاعهم. ثاني حاجه، حتى اللاعبين والمسيرين كان دائما خوف، يخافوا لا قدر الله يكون انا فايس ماتيا مع عند المناصرين. حتى الفريق لما يتنقل الخارج الميدان تاعو ويلعب يعني 50% خايف، لانه يقول لك لاكش ما يكونوا دي باسمون. فاذا به كان القرار الاخر اللي اكد وزاد صح المعلومه باللي هو اعاده انتشار الشرطه في الملاعب، وهذا من الايجابيات اللي خلات حتى ذوك المناصر الاونه الاخيره عوده تاع المناصر الى الملاعب مقارنه بالمقابلات الاولى. اللاعبين نظن بلي راح يكون مردود احسن، لانه اللاعبين من ناحيه ذهنيه استراح كان من في البدايه خايف، ولا رجع اللاعب راح يمد مردود احسن. حتى المسيرين على بالهم باللي بمحاذاه الملعب، حتى في محاذاه الملعب ولا في الملعب كاينين حمايه للممتلكات وللمناصرين وللاعبين وكل شيء. حتى الحكام في البدايه نظن باللي كانوا حتى خايفين لما شافوا الامن متواجد معاهم في الملعب. ونظن باللي اما هذا اعاده انتشار والقوانين اللي سنتها المديريه العامه للامن الوطني ومن خلالها السيد اللواء، نظن راح تخدم كل مصلحه الرياضه. احنا كمتعاملين وكل لازم نعملوا في مصلحة اسمها الجزائر، بغض النظر على نتائج رياضية. لازم الناس تعرف باللي كرة القدم هذه هي محبة إخاء ولعبة، وهذا ما أقدر. يعني في بداية الأمر نشكر مديرية الأمن الولائي وعلى رأسها السيد المراقب رئيس أمن ولاية سطيف على هذا اللقاء التقييمي اللي كان نظمه بمقر مديرية الأمن الولائي، اللي من خلاله تطرقنا لعدة نقاط تقييمية للعمل اللي كنا قمناه في المقابلات السابقة اللي كانت أشرفت عليها يعني المديرية ومديرية الأمن الولائي من خلال التعليمات الجديدة اللي بعثت انتشار آخر لي أعوان الشرطة، وأيضا تجسيد يعني عمل أعوان الملعب على مستوى ملعب 845 وحتى ملعب عمار زوغار في مدينة العلمة. يعني من خلال هذا اللقاء التقييمي كنا تحدثنا على الايجابيات والسلبيات. الايجابيات خديناها يعني بعين الاعتبار من اجل يعني تطويرها في الايام والمقابلات القادمه ان شاء الله. اما السلبيات وهي الركيزه، وهي يعني النقاط الاساسيه باش نتفادوها من خلال تنظيمنا للمقابلات القادمه ان شاء الله. كان النقاش ثري جدا
اللي يعني مس جميع جوانب تنظيم المقابلات الرياضيه خاصه مقابلات كره القدم. الجانب التنظيمي اللي يخص يعني الميادين وحتى الملاعب اللي تستقبل هذه المباريات، وكذا الجانب التنظيمي الاخر هو العمل البشري من خلال التاطير اللي تضمنه يعني مديريه الامن الولائي وحتى اعوان الملاعب اللي هما تحت مسؤوليه الفرق المحترفه. كان يعني طرقنا لبعض الامور فيما يخص الملاعب، خاصه ملعب التامين ماي 45 اللي هو يشهد في هذه الاونه يعني عده عمليات اعاده تهيئه، يعني عمليات كبيره اللي في اغلبها يعني الاشغال انجزت بنسبه 100%. تبقى بعض الامور فيما يخص الابواب والمداخل الكبرى لهذا الملعب من خلال اقتراحات وعده يعني نقاشات مع اداره الوفاق. يعني هناك فكره ان شاء الله نحاولوا اننا نجسدوها في الميدان، وهي الابواب يعني الاوتوماتيكيه، دونك لي بورتيك، وحنا في اتصال يعني مع المؤسسات اللي تقوم بهذا الانجاز من اجل يعني توضح لنا هذه الفكره، وباش نشوفوا يعني امكانيات تجسيدها ميدانيا على مستوى هذا الملعب، اضافه الى عده يعني امور اللي تم انجازها وكنا تطرقنا لها كنظام المراقبه، يعني لو سيستم دو تيلي سيرفيونس، واللي ناكد انه هذا لو سيستم دو تيلي سيرفيونس المغزى منه ماهوش مراقبه الاشخاص، وانما تامينهم وتامين يعني ممتلكات الدوله. هنا يعني بغض النظر على الملعب الجديد، اللي ملعب الصيف الجديد اللي هو يعني ملعب يتسع ل 50,000 متفرج، وبغض النظر يعني الوضعيه الماليه اللي تمر بها البلاد، احنا كان ملزم علينا اننا ننظر ايضا الى ملعب 845 من اجل يعني اعاده الاعتبار لهذه المنشاه الرياضيه، وهذا يتجسد يعني من خلال العمليات الكبيره اللي درناها لاعاده المستوى، يعني سي لا ميز ا نيفو. كنا احنا الان الاشغال هذه تتم عبر الدراسه يعني كامله، وحنا نطرق للاشغال بالمراحل، يعني دونك سي سو فورم دي تاب سو فورم دولو. الشيء اللي كان حطيناه في الدراسه كاولويه قمنا بالانجاز ديالو، رانا نخمو ان شاء الله دركا لاعاده البساط يعني لو ريفيتمون غازون سينتيتيك، من بعد نخمو لا بيس داتليتيزم، ولكن قبل ما نلحقوا لها نظرا لان البساط يعني يقدر يعني يستقبل مباريات بشكل عادي، يعني قمنا بإعادة تهيئة كل ما هو له صلة مباشرة بالدخول وحتى لي يعني الظروف اللي نهيئها للمناصر. قلت أن هذه الإنجازات الأشغال كملت، وإحنا قلت لك عندنا دراسة كاملة لهذا الملعب، ملعب 845، من أجل يعني توسعة ديالو إلى اقتضى الأمر في هذا الشأن، ولكن التدخل ديالنا نتدخلوا عن طريق الأولويات في الإشغال.